السلام عليكم. اول سيري 3 دات 1975 كانت لاطاي ديالها صغيره وكانوا فيها دو بورت و دي بيتي مونتور و ابري هما يخرجوا لو 6 سيلندر و تما بدات لا ليجوند بي ام دبليو سيري 3 سيتيام جينيراسيون ديال لا سيري 3 باش تدخل للسوق بقوه داروا واحد ديزاين اونيك ديالها بداك الكابو بومبي و هاد لا لين اللي كيكوبيوها بزاف ديال لي مارك وهي كتبقى لا ستار ديال لي بيرلين في 2019. Style ديال بي ام من القدام بغات تكون ديفيرونت على لي زوتر مارك مي الى غاردي لا سبورتيفيتي لاغريسيفيتي ديالها بهاد لي فار كولي على كالوندر لا كالوندر اللي ولات جديده بحال ديال لا سيري 5 اللي او ديماراج عاد كتحل لداخل لو بارشوك اريير افيك دوبل سورتي ديشابمون اللي كاينه في لي فيرسيون كاملين اللي شناها قبل في لا سيري 5 اي في لا اكس 4 لانتيريور ديالها ترو رافيني لو فولون عجبني هذا لو ستايل هذا لا ديرنيير جينيراسيون ما كانش كيعجبني بزاف لو كونتور حتى هو تبدل اي ليكرون جديد اللي كتلاحظوا مي ليكرون اللي شفنا في لي لونسمون ديال لي بي ام لي ديجيتال سي اون اوبسيون هو ليكرون كبير ساكو 37 ميل درهم اللي كنشوف بانها غاليه بزاف بوغ هاد لوبسيون هادي نشوفوا لي بلاص اريير ديالها اي سون كونفورتابل كاين ليسباس Même la place de l'ouest, elle est trop confortable. La console centrale, tu as dit que c'est le pommeau jadid de l'BM. Les boutons, les modes, le mode sport, éco et mode dynamique. La molette, parce que tu as un blind drive. Mais en même temps, l'écran tactile, soit que tu as la molette ou là, l'écran, mais là, tu as la voiture. L'option à nous réaliser, le park assist. كدير واحد لو تراجي ليها وكتوقف ابري كتاكتيفيه كيترجع لا فواطور اون مارش اريير بالميم تراجي باغ اكزومبل دخلتي لا فواطور للكراج بغيتي تخرج كترجع هذاك ميم واري هذاك لو تراجي وكترجع كتخرج بالميم تراجي اوتوماتيكمون بلا ما تقيس حتى شي حاجه لوميير دومبيونس لي فا بليزيور كولور كتكونتروليها من لاي درايف En même temps, la couleur rouge qui est vraiment très bien, qui est clignotée, parce qu'il y a un chiffre qui chauffe bien la cahelle. La motorisation 2 litres 1500 kg, 400 Nm, boîte d'une boîte de 8 rapports, une nouvelle génération, elle est plus souple. La consommation d'ILH en ville 5,3, mais c'est bizarre. L'autoroute 4,5, ou 4,0 à 100, 7 secondes 3. Avec une vitesse maximum de 130 km/h. On a droit à les prix de la 320T. Pour l'instant, il y a la 320T qui est la version lounge de 43 millions, la version sport de 47, luxury de 59 et le pack M la plus belle de 55. Mais avec les options, il y a des options. Par exemple, la version sport qui est la LSI. قامت ب 52 مليون وديجا هي كتبدا ب 47 حيت كاين بزاف لي زوبسيون كتزيدهم لا فواطور هادا وكتغلى في الثمن اون فان دو كونط هاد لا سيري 3 ايل اغريابل ا كوندوير لو ستيل ديالها في الداخل فريمون ا ايفولوي بالنسبه لا فيرسيون بريسيدونت لي ديجا الانتيريور ديالها ولا كيبان قديم ميم لو ستيل اكستيريور سا شانجي بوكو ولات واحد اللوك ديالها تري اغريسيف Où je lui donne la note d'elle 8 sur 10.